Sergej. Je suis l'organisatrice de cet événement. Donc, ça fait partie des exercices qu'on fait avec nos étudiants. Auparavant, on a fait le concours des meilleurs bouquets pendant 5 ans. Le Merry Christmas, on l'a fait cette année et l'année dernière. Donc, c'est un double concours, le concours de la meilleure décoration du sapin de Noël. C'est un concours entre deux centres, USPT El Kantaou et Hammamet. Et puis pour la bûche de Noël, c'est nos étudiants de pâtisserie de restauration. Il y a 9 candidats pour la bûche et pour les équipes du sapin. Chaque groupe est composé de 6 personnes. Ils ont travaillé ensemble, filles et garçons, sans faire de sélection. الأهداف ربما البيداغوجية والتقنية حكت عليها السيدة ليلى درقاش، ولكن هذه معناتها تتنزل في مجموعة التظاهرات اللي نظموها معناتها في كل عام بطبيعة لإعطاء فرصة للمتكونين باش للانفتاح على المحيط الخارجي. وكما شفتوا اليوم معناتها وقعت دعوة اون ديليغاسيون جيبوسيان من جيبوتي اللي شافونا على عين المكان، وإن شاء الله بطبيعة الحال تثمر معناتها هذه الزيارة يولي ثم تعاون ما بيننا وما بينهم، معناتها نصدروا لهم سي فولي التجربة نتاعنا وعلاش لا نتعلموا من تجاربهم. هذا هو معناتها كيف كانت فرصة مناسبة باش تنمي عقلية التنافس معناتها عند المتكون. بطبيعة الحال كيف ثم ناس حتى لهنا من جهة ومن جهات أخرى داخل تراب الجمهورية ما يعرفوش المعهد وما يعرفوناش ما يعرفوش النشاط التكويني بالضبط شنو اللي نعملوا، دونك كانت فرصة باش يعرفوا. هذا هو معناتها إن شاء الله نكونوا في المستوى، وإن شاء الله ديما ننوروا المعهد، وإن شاء الله ننوروا التكوين وكالة التكوين في مهن السياحة، وزارة السياحة بالأساس، وإن شاء الله السوسة ديما منورة والقنطاوي ديما منور، وجوهرة أفهام ديما ناشطة وديما ناجحة وديما متألقة، وهذا ما نشكوش فيه ولا يشك أحد. اسمي ثاني عطية، بروميير أني باتيسخي، شاركت في الكونكور بوش دو نويل، عملت بوش فيها الماغون كلاسي، فيها التي أو جاسمان، فيها البراونيز، فيها الأبريكو سيك، فيها بسكوي أو ميل، حسيت برشا حاجات فيها، وكهو خديت البخيمية بخي.